أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 22 من مارس عام 1985 بدأت جمعية كشافة الإمارات احتفالاتها بيوم الأخوة الكشفية العربية في إمارة الفجيرة بحضور المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة في الفترة من 22 إلى 27 من مارس من عام 1985، وأقيم الاحتفال بحضور سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم وعدد من رؤساء الوفود والقيادات الكشفية المشاركين في هذا اليوم. وأعدت الجمعية بهذه المناسبة برنامجا احتفاليا يغطي جميع مدن دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركت مدارس الفجيرة للبنين والبنات والفرق الكشفية في الإمارة بمسيرة جابت بها شوارع الفجيرة، وحياها الشيخ حمد بن سيف الشرقي رحمه الله معربا عن سعادته بمشاركة مدارس الفجيرة في هذه التظاهرة العربية على أرض إمارة الفجيرة. وشمل الحفل إقامة ورشة للإبداعات الكشفية للمشاركين، قدم من خلالها الحضور مجموعة من النماذج والأعمال اليدوية، كما أعدت اللجنة الإعلامية التابعة للجمعية مجموعة أبحاث تناولت الحركة الكشفية كحركة تربوية وتاريخ هذه الحركة. وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين بتوزيع شهادات المشاركة والجوائز على الفائزين في المسابقات الكشفية المتنوعة. صفحات من الماضي.